اهلا بكم في عدد جديد من حصه صريح جده اللي راح يبث اليوم من بلديه حسيله في حل الفلاحيه. نحن الان متواجدون بسوق البطيخ الاحمر والاصفر في هذه البلديه الفلاحيه. درجه الحراره تتراوح ما بين 47 الى 50 درجه. نحن هنا للتطلع الى معاناه هؤلاء التجار والفلاحين في بيع منتوجاتهم. تابعوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تاجر ولا فلاح؟ أنا تاجر. أي شحال هي درجة الحرارة؟ درك راه في 45. أها وماكش حاس درجة الحرارة؟ والله هذه هي الخدمة، رانا نلقطوا في الخبز هنا، لازمك تتحمل شوي سخانة. وكاين اللي طيحوا يمرضوا هنا؟ والله اللي هاجمعت لاطونسيو هادو السكر لا بدا تلقاهم. أنا تاجر. تاجر متنقل هذا. البياجة تدير من 2 ملايين حتى لخمس ملايين تاع الفقوس. لازمني نخدم، ماش لقيتش عليها خدمه. كل ما نخدمش منين ناكل؟ منين نعيش؟ لازمني نصبر العلف هذا باه ناكل. كل ما نخدمش ما نعيش. ارض قاعله بزاف علينا، طريق مكسر علينا، الماء مشروب فيه بالدراهم حتى 6000 القرعه وحامي. ضرينا في الخدمه هذه، ضرينا التجار، لازم يديروا لهم حل. احنا نوصلوا الكلام هذا للرئيس تاع وزير التجاره يدير لنا حل هذه المنطقه، هذه منطقه تاع فلاحه وانما مخصوصه بزاف، فيها عيطه صوالح يخصوها. راه 56 درجه ومادا بهم يديروا لنا السوق، قصدي كيما نقولوا يرجلوا لنا السوق حتى اللي يسموه الطابي، قصدي والقبره الفونصاب السخانه المزيريه. راكم تشوفوا الناس كاع راها تعاني في السوق، قصدي كيما نقولوا رانا في بلاد تاع الصحراء في الجنوب، يعني قادرين يديروا لنا كلش، يديروا لنا الماء، لا دوشات، لا لي ريستو، لا القهاوي، ما كان والو. هما يدير سوق مغطات، مقصود 48 ولايه السوق هذا. وين تروح؟ اي ولايه تروح قول للدلاع البطيخ حاسيف حل ديريكت، مقصود هذا السوق. هما يديروا مغطات، سوق مغطات التالي باب تاع الدوله، لا ريصه تجي تبخنا السوق، الغبره راه الفون صابل، وباب تالي يدير لك هنا الماء، يوفر لك صوالح، ما كاين والو، لا باركينغ. رانا نخدموا صابرين وصبرنا المولانا تاكل فينا القبره هنا، البلديه ماهمش طايقين يجيبوا لنا حتى سيتيرنا تاع ما، لا يبخوا علينا برك ياسر علينا. قلنا لهم جيبوا لنا سيتيرنا يبخونا القبره تاكل فينا كل يوم، علاه يا ودي؟ صح، واش لازم يا خويا؟ لازمنا يبخوا علينا على الاقل، على الاقل يبخوا. السنه ربي صبرنا والعام الجاي راهم يصبروا بينا واحد السوق راه وين كلهيه، قالوا لنا مازال ما كملناش المشروع العام الجاي. شحال درجه الحراره؟ لون ما 52 53 درجة. وراكم تبيعوا هنا؟ ها وشني واش باغي ندير؟ راك تشوف في قاعدة القبرات، الدنيا نايضة، راك تشوف شي مكان. واش لازم يدير لكم هنا؟ قالوا لهم ما يديروا لنا ظلوا ولا يديروا لنا دبار، أنا حاجة، المهم حاجة تاع سوق، على الأقل يجيبوا الماء يرشوا. وش راه كاين؟ هنا كان جاي معسكر هنا، والطريق الطريق مكسرة، كل شيء مكسر، خاصنا. واش لازم يدير لكم في هذا السوق؟ هاي عاودوا يخدموا طابي، وما يديروا لها طابي شوية، يديروا لها شوية ريستورات، الناس بدها تاكل تشربوا. ما سخانه ماكش سخانه، سخانه شي شبادي، انا راسي بيطرك. نبيع في السوق الحمد لله يا ربي، راني نتاجر ونعاود وكلش، بصح باقي الماء، باقي الحي راه ما كان والو، طحطاح هذه فارغه، راه حاجه راه فايته ال 50 واقي، اللهم على باليش، راه قريب الموت ولا بالك. كان تحط البيضه تنفض القدر الطيب. وماكمش حاسين درجه الحراره؟ صابرين، واش باغي دير؟ الله غالب، هذه خبزه. والناس اللي جايه من بعيد راه صابره، كاين اللي ما يحماش السخانه راه صابر. لازم يوفروا لنا الحي، ما كان والو. واش راك شوف كراس راهم يتسرقوا، كي واحد يخلي كراسه الدراهم يلقى مسروقه. لازم هيا ينظمونا السوق هذا، لازم يتنظم. يا ودي كاين اللي يمرض ماكش راح تفيق به، ممكن يروح للدار ويسكن تا من صدره من القبره هذه، وراك تشوف القبره هذه جارك تشوف على عيني. واش تطلبوا السلطات؟ نطلبوا السلطات تشوف فينا برك الدين، تبخ لنا شوي، قال لك السوق مازال ما فتحش العام الجاي، كون نسرعوه شويه يتفتح السنه نخدموا فيه. لا ظل لا ماء، شوف القبره، شوف الماء بارد، جاي يخدم يعود يشري في القرعه ب7000، وين هذه؟ واش لازم يحلوا لكم السوق؟ شنو السوق؟ التاليه الطوالات ما تلقاش باه تتوضا، ما كان والو. وكاين درك المنتوج هاو جد في الفلاحه، والفلاحه يتعبوا. شوف ما كان لا ماء، يجوا من قداش كيلو راهم يضربوا هنا، كي يجوا هنا ما يلقوا لا ماء بارد للتحيه، بلديه ما يمطر لهم حتى حاجه، حاجه واحده ما كانش.